بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية السنة الثانية إعدادي. أذكر ب لاستخيكتور دو لا اون دان جورنال. لاستخيكتور دو لا اون دان جورنال، طبعا حسب ما نعطيق لا اون يعني الأولى الخاصة بالصحيفة، هاد المكان الأعلى يسمى البوندو. يسمى البوندو. ماذا يكون هنا؟ هاد المكان الذي يسمى البوندو يكون فيه ان غو تيتر يعني عنوان كبير. إذن هاد البوندو الذي يكون أعلى لامونشيت، لامونشيت طبعا شي يكون فيها؟ شي يكون فيها؟ اسم جريدة. اسم جريدة أعلىها يكون عندنا لو بوندو، يكون فيه ان غو تيتر، يكون فيه أيضا عنوان كبير. ثم عندنا لي زوغاي، دو زوغاي كما نراونا، نيميرو 2 عندنا نيميرو 1 بوندو، نيميرو 2 أوغاي. ممكن تكون اون سول أوغاي وممكن تكون عندنا دو زوغاي كما عندنا هنا على اليمين وعلى اليسار ديال لامونشيت. هاد لوغاي شنو تيكون فيها؟ تيكون فيها ان تيتر كي رونفوا ا ان باج انتيريور او ان بوبليسيتي. اذا هاد لوغاي يا اما يكون فيها عنوان كي رونفوا، سي لو فيرب رونفوي يعني ارساله، كي رونفوا الذي يرسل، فهمتي؟ هاد لي زوغاي ممكن ان نضمن واحد العنوان كي رونفوا ا اون باج انتيريور، يرسلك الى صفحه داخليه. تيكون الخبر مقتطف هنا، ولكن اذا اردت ان تستكمله فهو يضع لك في اسفل هاد المقتطف هنا، يضع لك الصفحه الداخليه التي ستذهب لها لتكمل قراءه الخبر، فهمتي؟ إذن هنا هاد لوغاي أو لي زوغاي في حالتنا مثلا هنا أن تيتر، إذن تضمن أن تيتر، كل وحدة منهم تضمن أن تيتر كي رونفوا أ أون باج أنتيريور، أو ممكن أن ما تضمنش عنوان يرسلك الصفحة الداخلية، ولكن شنو ممكن تضمن؟ أو أون بيبليسيتي، ممكن أن تضمن إشهار، أو كما رأينا فيما سبق ممكن أن نضمن واحد البيان خاص بحالة الطقس مثلا. ثم عندنا لامونشيت. لامونشيت إذن هو هذا المكان الموجود بين هاد لي دو زوغاي. إذن نتكلم عن تيتر دي جورنال، بخي دات، نيميرو، نيميرو العدد، يعني العدد ديال الجريدة. ثم عندنا لا تريبون. لا تريبون طبعا هي تضمن كما قلنا لو غو تيتر، أن تضمن العنوان الكبير، العنوان تاع الموضوع، عنوان الموضوع الكبير المهم في ذلك اليوم. كل نهار تتكون في موضوعات كثيرة على حسب الأخبار اللي تتجي الجريدة، ولكن هي تتحاول تدير أهم موضوع في هذا المكان وتكتبه بالخط العريض. لماذا؟ حتى يجذب القراء، لأن هذا هو الأهم عند الجريدة، هو أن يشتري القراء وتيكون من وراها ربح، فهمتي؟ الهدف ربحي في الاخير. اذا كما قلنا لا تريبون، ثم بعد لا تريبون هناك سو تريبون. سو تريبون طبعا سو تريبون ممكن اننا نتكلم عن المنطقتين الجانبيتين، ونتحدث ايضا عن هذا المكان الموجود اسفل لا تريبون. هناك مناطق ما انها تسمى باسماء مختلفه. اماكن الجانبيه راينا فيما سبق ان ممكن تسمى لي زابيل، هاد الأماكن الجانبية ممكن أنها تسمى لي زابيل، وممكن أيضا تسمى سو تريبون كما عندنا هنا. كما رأينا فيما سبق هاد المناطق الجانبية سميناها لي زابيل، هنا كما تنشوفو ممكن أنها تسمى سو تريبون. إذا سو تريبون هو هاد المكان، وأيضا هاد المكانين الموجودين على الجانب في وسط الجريدة. طبعا هاد سو تريبون ممكن أن نضمن أن إديتوريال. إديتوريال افتتاحية، أن ديبي دارتيكل. ممكن أن نضمن كما في الجانبين أن ديبي دارتيكل، المقصود به شنو هو لو ديبي؟ بداية. والبداية لو ديبي دارتيكل ديال اش هاد البداية؟ تاع الموضوع، ديال واحد المقال. إديتوريال المقصود به الافتتاحية، لارتيكل مقال، إديتوريال راه موضوع، الارتيكل حتى هي راه موضوع، غير هو حسب تخصص الموضوع. ثم ممكن
أن نتضمن une illustration سو تريبون ممكن أن نتضمن illustration يعني صورة. طبعا هاد لو فونتر ممكن تكون فيها صورة تابعة لهاد سو تريبون أو كما نرى هنا ممكن أن نتضمن أن أرتيكل امبورطون على حساب كل جريدة. هاد المنطقة رقم 6 كما نرى هنا اللي هي لو فونتر ممكن أن نتضمن صورة كما رأينا فيما سبق illustration. هنا تلاحظوا بأن illustration أنها ملحقة بهاد رقم 5 بهاد لسو تريبون فهمتي. لكن في حالات أخرى ممكن أن تفضل وضع مقال هنا مهم فهمتي أن أرتيكل امبورطون اللي غيجذب القارئ. ممكن تكون واحد الصورة مهمة توضع في هاد لو فونتر وممكن يتوضع مقال مهم يعني الإنسان يعني يتشوق لقراءته لحساب كل جريدة ولحساب كل خبر. طبعا ممكن أننا نضع مقال مهم هنا أو صورة تتصدر هذا المكان طبعا يكون العنوان ديالها فهد لاتريبون ثم تكون هناك واحد خلاصة صغيرة فهد لاتريبون التي تمهد القارئ للدخول إلى الموضوع. إذن كما قلنا هاد المكان رقم 6 يتكلم على لو فونتر ان ارتيكل امبورطون. شنو المقصود بها؟ موضوع مهم مقال مهم امبورطون مهم امبورطونت مهمه. ثم عندنا المكان الموجود اسفل هاد لا اون الخاصه بالجريده يسمى بي دو باج. راينا فيما سبق بانه يسمى لو بي دو باج لو بي دو باج. هنا ممكن ايضا يسمى ريد شوسي. ريد شوسي في الحقيقة هو ديك البناية الموجودة في الأسفل في شي عمارة فهمتي. تنتكلموا على الطبق الأرضي يسمى ريد شوسي. تنتكلموا على الجزء السفلي من العمارة تنتكلموا على دوك المنازل السفلية اللي موجودة في أسفل العمارة تسمى ريد شوسي. هنا طبعا كما تلاحظوا بأن هاد لاون المتعلقة بالجريدة كأنها بناية. إذا المكان الموجود في الأسفل يسمى بي دو باج أو بيان ريد شوسي. ريد شوسي يسمى ريد شوسي. أشنو غيكون في هاد ريد شوسي؟ في أوتر أرتيكل موان أمبورطون. أوتر أرتيكل موان أمبورطون شنو نقصد بيه؟ أوتر أرتيكل موان أمبورطون مقال غير مهم. مقالات أخرى تنشوفو عندنا أرتيكل إس أوتر إس. إذا نتكلم عن مقالات أخرى اسم في البلوغيال نتكلم على اسم في الجمع. اوتر ارتيكل المقصود بها مقالات اخرى. مو امبورطون يعني اقل اهميه اقل اهميه. ثم في جانب هاد ريد شوسي او بي دو باج عندنا الشوفال. الشوفال ثم عندنا لو شوفال اللي هو تيكون فيه شنو؟ ان ارتيكل كي كونتيني ان باج انتيريور. اذا نتكلم عن مقال كي كونتيني الذي يستكمل لتتكمل فهمتي كيكونتيني الذي يكتمل الذي يكمل كما نقول كيكونتيني اون باج انتيريور. اذا نتكلم على واحد المقال اللي غادي تكمل انه سيستمر بمعنى اخر اون باج انتيريور في الصفحات الداخليه. اذا هذا لو شوفال تضمن حتى هو مقال اللي غادي تكمل في الصفحات الداخليه للجريده. شنو نشوفو هنا؟ باركور دو لوي سور لا اون دان جورنال. شنو فهمتي منها؟ فهمتوها لينا فريد هي هذه لا اون ولكن ما مطراسينش في هذاك لا مونشيت الى اخره. لينا فريد بان لا اون هي هذه الصفحه الاولى ديال الجريده. العين ديال الانسان ديال القارئ كما اقتضت التجربه والبحث باش تعرف هاد الناس ما تيوصلوش ويحطوا هاد المواضيع هكذا اعتباطا. الحمد لله الناس تدرسوا القارئ اللي هو المهم عندهم تيبغوا يعرفوا فين تقرا اولا. اذا مش نقطه هاد التجربه الغالب ممكن انه يكون العكس ديال هادشي عند شي وحدين عند بعض القراء ولكن بالغالب اغلب القراء اول ما تيحط عينه تيحط عينه هنا في هاد الجهه اليسرى في الاعلى اللي هاد لا اون ثم تيمشي مع الموضوع بهذا الشكل ثم تيشوف هنا
ثم تيشوفنا ثم تيشوفنا ثم تيشوفنا وعاد تيهبط اخر منطقه هي هذه من لاين. اش تعني هذا؟ تعني باننا خاصنا نركزوا على هذه المناطق هذو. الجيم اللي في الاعلى هي اللي تتحط فيها العين ديال القارئ في الغالب، فهمت ولا؟ كما تنشوفوا ان تتقدر هنا عاد تنزل لتحت. اذا هذه المنطقه مهمه من لاين. طبعا هذه لاين كما قلنا هي كلها مهمه لان هي الصفحه الاولى وهي اللي تظهر من الجريده، هي اللي تتعكس طبيعه المواضيع الموجوده داخل الجريده. ولكن حتى هاد لاين كما قلنا حتى هي فيها مناطق ذات اهميه اكثر من اخرى، فهمتي؟ اذا هاد المناطق الاعلى هي اللي مهمه اكثر. اذا تنشوفوا هنا باكو كما تنتكلموا على مجرى، باكو يعني مجرى دو لوي، مجرى العين، سيغ لاين دان جورنال، على الصفحه الاولى للجريده. اذا كما تنشوفوا هنا عندنا بوان داكروش، بوان داكروش كما تنشوفوا نقطه الجذب، نقطه الشد كما نقول. اذا خاصك هذه النقطه السيد يحط عينه هنا خاصك تشدو، بمعنى اخر تنتكلموا على لاكروش، فهمتي؟ بوان داكروش كما تنتكلموا على نقطه الشد. ثم عندنا هاد السهم، اذا نتكلم عن باركور ناتورال دو لوي، اذا نتكلم عن مجرى طبيعي للعين. إذن في الغالب الناس هكذا ينظرون. لا اون دان جورنال اي توغانيزي، إذا نتكلم عن الصفحة الأولى للجريدة اي توغانيزي منظمة، لوغانيزاسيون يعني منظمة، لو فيرب اورغانيزي المقصود به فعل نظمة. لا اون دان جورنال اي توغانيزي، إذن الصفحة الأولى للجريدة منظمة، أنها مهيئة، أنها مرتبة. كيف هي منظمة؟ كيف يجري تنظيمها؟ سلون باركور ناتورال دو لوي، حسب المجرى الطبيعي دو لوي للعين. بوغ اتخ ليزيبل، لتكون مقروءة. الناس اللي في الدومين ديال الصحافة وباش يحقوا السبق في المبيعات، باش يحقوا الصدارة في إطار المنافسة الموجودة بين الصحف، أجريت دراسات. بقاو تيشوفوا القارئ فين تيشوف ملي غيتصفح الصفحه الاولى للجريده. فكلهم اولا ركزوا على الصفحه الاولى، عرفوا بان هي المهمه. ما يمكنش لواحد الصحيفه ان عندها واحد المجموعه ديال المواضيع دير بعضها في الصفحه الاولى والبعض في الصفحه الثانيه، ما يمكنش. اذا خاصهم كل هذوك المواضيع يتحطوا في الصفحه الاولى. ثانيا تركزوا على الترتيب، ولكن اهم من هذا الشيء كله ان هذا الترتيب المتعلق بهذه المواضيع انه تيخضع لدراسه، يخضع لدراسه. دراسه ماذا؟ دراسه حسب مجرى عين القارئ. اذا هما مشاو تبعوا اغلب القراء وشافوا شنو المجرى ديال العين ديالهم، فين تيقراو اولا، من بعد منه فين تنتقلوا، من بعد منه فين تنتقلوا، الى اخره. الا كان مثلا عين القارئ تتمشي لاسفل الجريده، شنو خاصهم يديروا؟ مثلا نفرض بان الدراسه اثبتت بان عين القارئ تتمشي لاسفل الجريده، شنو غيديروا هما؟ الا كان القارئ ملي تيشد الصفحه ديال الجريده وتيشوف لتحت، ما تيشوفش الفوق، تيشوف لتحت، شنو غيديروا؟ طبعا غيديروا المواضيع المهمه هي اللي في الاسفل. الهدف شنو في النهايه؟ الهدف في النهايه ملي غيعرفوا بان عين القارئ تتركز على واحد المكان من هاد لاين، هذا هو المكان اللي غيديروا فيه اهم موضوع باش الجريده تتباع. هو يستطيع يرتبوا هاد المواضيع حسب اهميتها. الا كانت عين القارئ تتشوف اسفل هاد لاين، طبعا غيديروا الموضوع المهم في هاد المكان باش عين القارئ تشوف الموضوع وتشوق باش تقراه، وبالتالي القارئ غيشري الجريده. هذا هو المهم عند الجريده، هو التباع. إذن هما داروا إحصائيات وشافوا عين القراء فين تتمشي أولا. ممكن في بعض الحالات القارئ يشوف أولا في الأسفل، ولكن هما شنو تيشوفوا؟ تيشوفوا الغالبية العظمى من القراء فين تيشوفوا، فهمت ولا؟ كاين حالات خاصة، كاين بعض القراء اللي ما يمشيش في هذا المسار، ولكن في الغالب أنهم القوم تتبعوا هذا المسار. إذن كما قلنا عموما لو بوندو هو اللي تضمن لوغو تيتخ او دوسي دو لا مونشيت.
إذا لابوندو تقدم من عنوان كبير أودسي دو لامونشيت إيه تحسن أعلى ماشي أودسو هذا أودسي غو تيتر أودسي دو لامونشيت هو لابوندو على مونشيت تنتكلموا على غو تيتر أودسي دو لامونشيت على مونشيت على لابوندو إذن هو يوجد أعلى لامونشيت تنتكلموش على أودسو تنتكلموا على أودسي بحال تنتكلموا على سيغ بحال سيغ ثم عندنا لامونشيت طبعا كما قلنا كومبرون نو دي جورنال انها تضمن اسم الجريده لو بري لا دات لو نيميرو فيش ديدونتيتي دو جورنال اذا نتكلم عن ملف تعريف بالجريده اذا هو اللي تضمنو هاد لامونشيت ثم عندنا اوغاي اغوش اي ادروات دو لامونشيت اذا توجد على اليمين وعلى اليسار هاد لامونشيت سوفون في الغالب اوكيبي بار ان تيتر رونفويون اون باج انتيريور او بار اون بوبليسيتي اذا كما راينا في احدى الامثله في الغالب انه تتضمن واحد العنوان رونفويون مرسلا المقصود انه يرسل اون باج انتيريور لصفحه داخليه او بار اون بوبليسيتي او انه يكون محتل المقصود انه تيكون فيه اون بوبليسيتي يعني اشهار اذا نتكلم عن هاد لوغاي وبيا لي زوغاي انها تكون في الغالب محتلة المقصود انها فيها ان تيتر فيها واحد العنوان رونفويون اون باج انتيريور اون باج انتيريور انه مرسلا للصفحة الداخلية يعني تيرسلك واحد الصفحة داخلية او بار اون بيبليسيتي او انه يكون محتل المقصود تيكون فيه اون بيبليسيتي او يكون فيه حالة طقس ثم عندنا لاتريبين لاتريبين لو او لي غو تيتر لاتريبين ممكن انه يكون فيها عنوان او عناوين كبرى عنوان او عناوين كبرى يقدر يكون فيها اكثر من عنوان سو تريبين اون بلاسمون سو لا تريبين اذا نتكلم عن مكان اسفل هذا العنوان الكبير كما قلنا بانه يكون اسفل ممكن انه يكون على جانبي الصفحه ولكن اسفل هاد لا تريبين اوكيبي بار دي زيديتوريو ممكن انه يكون محتل ب افتتاحيات المقصود اننا نتكلم عن هذا المكان ممكن أن يكون فيه افتتاحيات ثم ممكن في حالة أخرى دي دي بي دارتيكل نتكلم عن بدايات مقالات فلغا تكون نهاية ديالهم إلا كانت هاد سو تريبين في حالات معينة تتضمن دي بي دارتيكل تتضمن بدايات مقالات تنتكلم على هذا المكان هذا هو إذا نتكلم عن سو تريبين ممكن أن نضمن بداية مقالات يكون هنا بداية مقال هنا بداية مقال يكون صغيرين هنا فين غتكون النهاية ديالهم المقال طويل حنا درنا غير البداية دياله شنو عرفتي شنو البداية ديال المقال بحال تنتكلموا على مقدمة ديال الموضوع فين غيكون العرض والخاتمة ديالو فين غيكونوا الجريدة غيكونوا فيها عشرات المقالات إذا في كل بلاصة نقدروا نديروا فيها بداية مقال فهاد الصفحة الأولى والنهاية ديال هاد المقالات فين تيكونوا هاد الصفحة الأولى تنديروا فيها غير تقديم ديال المقالات في الغالب تنديروا فيها تقديم المقالات في الغالب تتضمن بدايات المقالات نهاية ديال المقالات وين يكونوا في الصفحة الداخلية فين الصفحة الداخلية صفحات ما كاينش صفحة واحدة تقدر تكون 20 صفحة ممكن تكون أكثر ممكن تكون أقل هاد الصفحة الأولى فيها فقط العناوين المهمة وبداية المقالات سو تريبين اون بلاسمون sous la tribune occupée par des éditoriaux des débuts d'articles des illustrations اذا نتكلم عن سو تريبيون ممكن انها تكون كما قلنا متضمنه لي دي زيديتوريو لافتتاحيات دي ديبي دارتيكل او بدايه مقالات او دي زيلستراسيون شنو هي دي زيلستراسيون هذا المكان تنشوفوا رقم 6 ممكن يتضمن افتتاحيات ممكن يتضمن بدايات مقالات وممكن يتضمن دي زيلستراسيون شنو هي الاستراسيون شوف هاد الجريده على ريبوبليك اذا كما تشوفوا عندنا عنوان اذا نتكلم عن تريبون ثم عندنا الاستراسيون ثم عندنا صوره تابعه لهاد لا تريبون واش نقول لا اذا هذا تسمى الاستراسيون يعني ايماج الجريده على حسب الموضوعات اللي عندها واحد الصوره مهمه تقدر تحطه في هذا المكان واحد المقال مهم تقدر تحطه في هذا المكان عند افتتاحية تقدر تحطه في هذا المكان
ثم لو فونتر ميليو دو باج. اذا نتكلم عن بطن هاد الصفحه الاولى اون بلاسمون سوفون ايليستري او اوكيبي بار ان ارتيكل امبورطون. اذا اون بلاسمون سوفون ايليستري اذا نتكلم عن مكان سوفون ايليستري في الغالب انه موضح المقصود انه توضع في صوره او اوكيبي بار ان ارتيكل امبورطون او انه يكون محتل بمقال مهم. اذا نتكلم عن هذا المكان هذا ممكن يكون إليستخي كما في حالتنا هنا في هذه الصورة ديال جريدة لا ريبوبليك كما تكلم عن الجمهورية. إذا ممكن أن هذا المكان يتضمن إن إليستخاسيون ممكن أنه يتضمن أن أرتيكل أمبورطون مقال مهم ممكن أنه يتضمن دي زيديتوريو ممكن أنه يتضمن افتتاحيات كما قلنا. ثم عندنا لوغيت شوسي أسفل العمارة يسمى لوغيت شوسي أسفل الجريدة يسمى لوغيت شوسي وبيا بي دو باج غيت شوسي أو بيا بي دو باج. شنو غيكون فيه ديفيرسومون يوتيليزي؟ إذا نتكلم عن مختلفات إذا عندنا ديفيرسومون يوتيليزي بارفوا بور دي زارتيكل أو دي كومونتير. إذا نتكلم عن مكان يستعمل أحيانا لبعض المقالات مختلفات كما نقول أو منوعات مختلفة دي كومونتير تعليقات. ثم لو شوفال شوفال كيكون شوفال كيكون فيه هذاك البليزا مربع اللي تكون حدا إذن الشوفال تيكون قريب بيدو باج أمبا أدغوات. إذن نتكلم عن الأسفل على اليمين أمبا أدغوات. إذن نتكلم عن الأسفل على اليمين دون لو بيدو باج ماشي حداها فيها فهذيك بيدو باج تيكون داخل في البيدو باج. إذن احنا عرفنا المكان ديالو تيتوجد في هاد لو بيدو باج. دابا خاصنا نعرفو اش متيتضمن هاد الشوفال. أن أرتيكل كي كونتيني اون باج انتيريور حتى هو بحال مجموعه اماكن اخرى تتضمن بدايه مقال غيتكمل داخل الصحيفه هذولا تتضمن بدايه مقال حتى هو غتقرا واحد المقال ولكن ما كاملش يلا في المقدمه من غتلقى الكماله الصفحه الداخليه الصفحه الداخليه. اذا الشوفال كما قلنا اون با ادغوات دون لو بي دو باج il comprend un article qui continue en page intérieure. إذن هو يتضمن واحد المقال الذي سيستكمل في الصفحة الداخلية. إذن نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.